المهم مرحبا بكم، غنشرحو في هذا الفيديو التصحيح ديال ليكزام. المهم نبداو. قال لك هنا لا ميتالاسيون توتال دانوزيد سويفي دي دواليز اسيد اي سيباراسيون كروماتوغرافيك دون لي ديريفي ميتيلي سويفون. قال لنا جوج ثلاثة أربعة ستة تيترا دي جليكو بيرانوز، يعني انطلاقا من هذا المعطى يعني غنعرفو بلي في ستريكتو غادي يكون عندنا بعدا جليكوز، حيتاش قال لك جليكو يعني جليكوز، وهنا قال لك جوج ثلاثة ستة تريميتيل غالاكتو بيرانوس، يعني غيكون عندنا غالاكتوس. وهنا عطاك عاوتاني جوج ثلاثة ستة، قال لك جوج ثلاثة ستة تريميتيل دي غليكو بيرانوس، يعني غيكون عندنا تا هنايا غليكوز. يعني انطلاقا من هاد المعطي غنستنجو ملي غادي يكون عندنا غليكوز وغالاكتوس اللي غادي يكونوا عندنا في ستريكتو. دابا شنو كيقصد هو بهاد جوج ثلاثة أربعة ستة؟ هذا كيعطيهم لينا باش نعرفو الليميتيلي. دونك المهم خمسة ما كنديروهاش. الأول عطانا هو جوج ثلاثة أربعة ستة، بقى لينا واحد، يعني واحد هو اللي غيدير لينا ليزو وزيديك، ليزو وزيديك، يعني واحد اللي غادي يدير ليزون اوزيديك في ستريكتو. اما خمسة ما كنديروهاش. هادشي باش نعرفو هلو هما ميتيلي. وبالنسبة للوز اللي كيكون بلي ميتيلي هو اللي كيكون ديما على الليصة، بحال هنايا يعني خص ضروري نلقاو جليكوز هو اللي غادي يكون على الليصة، حيتاش هو لو بلي ميتيلي. هانتوما عندو بزاف، عندو جوج ثلاثة أربعة وستة، أما هادو عندهم غير ثلاثة، جوج ثلاثة وستة، جوج ثلاثة وستة. جا السؤال الاول قال لك باغ كيل كومبوزي، باغ كيل لوس كومبوزي كومبوزي لوزي، قال لك شنو هما لي زوس اللي كتكون منه. باين انطلاقا من المعطيات عندنا غليكو يعني غليكوز وغالاكتو، يعني عندنا غليكوز وغالاكتوز، دونك غليكوز وغالاكتوز يعني ا اي دي اللي صحيح. هنا دابا هنا قال لك السؤال الثاني قال لك لوكسيداسيون افيك لاسيد بيريوديك ادون 8 ديال لي كوبور، يعني غيعطينا 3 ديال لي زاسيد فورميك وواحد فورمالديد. قال لك شحال ديال لي زوس اللي غادي يعطينا هاد المعطيات، الا درناهم غادي يعطيو لينا هاد المعطيات. المهم ناخذ حنا الاقتراح الاول اللي عطاو لينا اللي هو 3 نرسموه. قلنا ديما لي بليميت اللي كيكون هو على الليصه، يعني جليكوز غيكون هو على الليصه، غيتبعو غالاكتوز ولا غليكوز، المهم بحال حيتاش عندهم نفس لي كاربون لي ميتيلي. نسيت بعد ما قلت لكم هنايا غادي نستنتجو بلي واحد وربعة هما اللي غادي يديرو لينا ليزون، حيتاش هما اللي ما كاينينش. اما خمسة قلت لكم ما كنديروهاش، هي خمسة ما كتدخلش. نفس الشيء بالنسبة لهذا، حتى لهذا نفس الشيء، يعني واحد وربعة هما اللي غادي يديرو ليزون، يعني هنايا سواء درنا غالاكتوز ولا غليكوز، سواء درنا هذا ولا هذا، المهم بحال المهم حنا نديرو هنا غالاكتوز وهذا غليكوز، يعني هذا غيبقى لينا هذا غليكوز. وهنا اعطانا الدي، يعني الدي يعني هذا يكون طالع الفوق الدي سي اش 3 او اش. دابا قلت انا هذا غليكوز، يعني وحده هابطه طالعه هابطه، لكن هنا ما عرفتش الفا ولا بيتا. المهم انا نعتبرها بيتا حيت باقي ما عرفتش المعطي شنو عطى لينا، واش بيتا ولا الفا. المهم دابا غير كنقلبوا على شحال ديال لي دوز، نعتبرها انا بيتا، نعتبرهم بيتا كاملين بيتا، يعني هاد او اش غتكون الفوق وهادو سي اش 3 واحد دي كاملين، سي اش 3 او اش، سي اش 3 او اش. هذا غالاكتوس كيختلف هو الكربون في الكربون 4، يعني هذا يكون طالع هذا طالع هذا هابط، هذا غليكوز يعني هذا هابطه طالعه هابطه. دابا غادي نربط بيناتهم بالليزون اوزيديك، ولكن خصنا نشوفو هذا قلنا الكربون واحد هو اللي غادي يدير لينا الليزون، هذا قلنا بلي واحد وربعة هما اللي غادي يديروا الليزون، هذا عاوتاني واحد وربعة هما اللي غادي يديروا الليزون انطلاقا من هاد المعطيات، كنعرفو اللي غادي يديروا الليزون هادو اللي عطاونا، حيتاش هنا واحد اللي بقات خمسة قلنا ما كتكونش، يعني واحد اللي غيدير ليزون. هنا جوج ثلاثة ستة، يعني بقات لينا واحد وربعة وهما اللي غيديرو ليزون،
المهم يعني واحد ديال هذا غيدير لينا ليزون مع أربعة ديال هذا بحال هكا. هذا هو الكربون الرابع، حيتاش عنده واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، غيدير لينا ليزون مع هاد الكربون الرابع. غنمشيو لهذا، شحال بقى لينا؟ هذا بقى لينا واحد عاود تاني، حيتاش الرابع دار ليزون مع هذا، بقى لينا واحد، يعني واحد ديال هذا غيدير لينا ليزون مع أربعة ديال هذا، يعني بحال هكا. ولكن هنا كيبقى لينا كيبقى لينا واحد، واحد ديال هذا مع من غيدير ليزون كيبقى ليبر، داكشي علاش كنقولو غيديكتور. حيتاش بقى ليبر، ما دارش ليزون هو، داكشي علاش كنقولو غيديكتور. ولكن هنا في المعطيات الا حسبنا لي كوبور، لي كوبور كيكون في هاد اللوز الاولاني كيكون عنده جوج، كتكون وحده هنا كيكون ما بين هادو او اش لي ليبر اللي ما كيديروش ليزون، هذا ما دايرش ليزون، هذا ما دراش، هذا ما دراش، يعني غتكون وحده عاوتاني هنا. ولكن هنايا لا، حيتاش هذا دار ليزون ما غاديش تكون الكوبور هنا. نفس الشيء هنا غيكون هنا واحد، حيتاش هذا دار ليزون ما يمكنش تكون هنا، وهذا دار ليزون ما يمكنش تكون هنا، هذا عاوتاني هذا دار ليزون ما يمكنش تكون هنا، يعني غتكون هنا، حيتاش هذا ما دارهاش وهذا ما دارهاش وهذا ما دارهاش، يعني غتكون هنا عاوتاني جوج، وكتكون وحده هنا. هذه هي اللي كتسمى فورمال ليف، واحد فورمال ليف، يعني عندنا وحده واحد. دابا الا حسبنا شحال، هانتوما واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، وهما عطاو لينا 8 في المعطيات، عطاو لينا 8. انا في درت في هذه الحاله 3 ديال لي زوزان، هانتوما واحد جوج ثلاثة، عطا لينا 6. شحال خاصنا دابا؟ خاصنا جوج، يعني ضروري خاصنا نزيدو جوج ديال لي زوز. الا زدنا جوج يعني غتكون عندنا 5، الا كانت عندنا 5 يعني غيعطينا 8 ديال لي كوبو، وغيعطينا 3 ديال لي زاسيد فورميك، وواحد فورمالديت. فورمالديت كتكون هي هادي، ما بين كتكون ما بين الكربون 5 و 6، دونك خصنا 6، 5 خصنا 5 ديال لي زوز باش تعطينا هاد المعطيات اللي عطاو لينا هما. انا ملي درت هاد الاقتراح الاول لقيت باللي عندنا 6 وهما عطاونا 8، وهما عطاونا 8، يعني هذا خطا، يعني خصنا نزيدو جوج باش تعطينا 8 ديال لي كوبي، دونك 5، هذا هو الصحيح. المهم نرسمو دابا ديال لي 5 ديال لي زوز باش تاكدوا باللي 5 اللي خاص يكونوا عندنا وكيحققوا لينا هاد المعطيات، وكيحققوا لينا هاد المعطيات اللي عطاونا. المهم نرسموهم حنا كيف قلت لكم، هنا لو بليميتي اللي كيكون ديما على اليسار، اللي عنده بليميتي لي عندنا حنا هنا غليكوز، يعني هو غيكون على هنايا على اليسار، غيتبعو غالاكتوز ولا غليكوز، المهم بحال المهم غيتبعو يا اما هذا ولا هذا، حيتاش عندهم نفس سواء سبقتي هذا ولا هذا. غالاكتوز نزيدو عاود تاني واحد اخر هنا، هنا غليكوز عندنا كاملين دي، يعني هادي تكون الفوق سي اش 3 او اش، سي اش 3 او اش، سي اش 3 او اش، هذا غليكوز، هذا غليكوز، هذا غالاكتوز، غالاكتوز هذا غليكوز. ولكن حنا قلنا خصنا نزيدو جوج، ولكن دابا شنو هما لي زوز اللي غادي نزيدو؟ غنزيدو واحد ديال غالاكتوز وواحد غليكوز. المهم الا بغينا نزيدو كنجيو ليما لهادو لي بيتي ميتيلي اللي كنزيدو، اما هذا ما كنزيدوش، ولكن اصلا عندنا غليكوز هنا، عندنا بلو وعندنا بيتي، يعني غنزيدو يا يعني اما واحد غليكوز وواحد غالاكتوز اللي غادي نزيدو، ولا نزيدو غالاكتوز ولا نزيدو غليكوز، المهم بحال حنايا نزيدو واحد غالاكتوز، نزيدو واحد غالاكتوز وواحد غليكوز، المهم نزيدوهم هنا نسبقوا اللي بغيت، حيت عندهم نفس المعطيات. نفترض انا زدت غليكوز وغالاكتوز، نفترض هذا هو غالاكتوز، يعني حتى هو تكون عنده دي سي اش 3 او اش، هذه طالعه
غالاكتوز، هذا غليكوز، هذا غالاكتوز، هذا غليكوز. حداش قلنا لي بليميتي اللي كيكون على اليسار ديما هنايا، غنزيدو هنا 11 عندنا زد غالاكتوز، يعني نزيد هنا غليكوز، حتى هو سي اش تروات دي او اش، تكون عندنا وحده هابطه وحده طالعه وحده هابطه. انا في هذه الحاله خديت بيتا، الا عطاونا هما الفا يعني غيكونوا نازلين لتحت كاملين. انا غير خديت بيتا في هذه الحاله باش نرسمو خمسه دي. دابا عندنا خمسه، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه، دابا غادي نربط بيناتهم. هذه كتسمى ليزون اوزيديك وهذه كتسمى ليزون اوزيديك. علاش درتها هنا؟ حيتاش قلنا في الاول هذا كيكون واحد الكربون واحد هو اللي كيدير ليزون، هذا كنديرو واحد وربعة واحد وربعة اللي غيديرو ليزون، حتى هذا واحد وربعة اللي غيديرو ليزون، حتى هذا واحد وربعة اللي غيديرو ليزون. كنا استنتجنا من انطلاقا غير من المعطيات اللي عطاونا، يعني هذا غيدير ليزون مع الكربون ديال الربع ديال هذا، وغتبقى لي واحد، واحد غيديرها مع الربع ديال هذا، عاود تاني هذا واحد مع الربع ديال هذا، غيبقى هذا غيديرها واحد مع الربع ديال هذا، غيبقى لينا واحد واحد، غيبقى لينا هذا ما كيديرش ليزون هو، داكشي علاش كنقول غيديكتو، غيبقى ليبغ غيديكتو. دابا نمشيو نحسبو، قلنا لي كوبير كيكون ما بين واش اللي ما كيديرش ليزون، عندنا وحده هنا وحده، هذه غتكون وحده هنا، غتكون وحده هنا، غتكون وحده هنا، هنايا غيكونوا جوج، وحده هنا وحده هنا وحده هنا. الى حسبنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، يعني عندنا ثمانية، عندنا لقينا ثمانية ديال لي كوبور. واحد فورمالديد، فورمالديد هي هادي قلنا اللي كتكون ما بين او اش، ما بين سي خمسة و ستة، هادي هي فورمالديد، وحدة فورمالديد. وقال لينا ثلاثة اسيد فورميك، اسيد فورميك هما هادو كيكون ما بين هاد دو كوبور، يعني غيكون عندنا واحد هنا ها واحد اسيد فورميك، وواحد غيكون ما بين هذا حيتاش عندنا جوج اسيد فورميك. وبالنسبه للحاله ديال لي زالتوز، هاد اللوز الاخراني كيتحل وكيعطينا واحد اسيد فورميك، المهم كيتحل وكيعطينا واحد، يعني هذا بحال هنا عندنا فيه جوج، دونك جوج مع واحد يعني ثلاثه، ثلاثه ديال الاسيد فورميك، هادشي اللي عطاونا في المعطيات. دونك خمسه ديال لي زوز هما اللي كيحققوا لينا هاد المعطيات، دونك هنايا السين اللي صحيح. اما الا درنا اربعه غنلقاو غير سبعه ديال لي كوبور، الا درنا ثلاثه لقينا سته، الا زدنا الا درنا ثاني سته غنلقاو تسعه، وهي غادا. دابا السؤال الثالث، حنايا هنا استنتجنا بلي هذا غيديكتو حيتاش عنده هاد او اش الاخراني ليبغ، ما كيديرش ليزون، هاد الاخراني ما دايرش ليزون، يعني غيكون غيديكتو. دونك غنديرو لوز ايغيديكتو، يعني هذا صحيح. وخاصكم تعرفوا بلي ملي كيكون لوز غيديكتو ديك فيه لين افيك رياجي افيك فيه لين، ولا ديك الميتوراسيون ولا ماتوراسيون ما عرفتش سميتها نسيتها، المهم حتى هي كتكون، المهم اي حاجه ملي كيكون غيديكتو راه كيديرها كي فيه لين ولا ديك الماتوراسيون، المهم دوك ديك لي فونومي لي فينومي كاملين كيديرهم اللي كيكون في الكا ديال غيديكتو. دونك هنايا عطاونا عرفنا باللي غيديكتو، دونك بو رياجي افيك فيه لين، دونك صحيحه. هنا قال لك بو فورمي ديفينيلي، دونك صحيحه، حيتاش ملي كيكون غيديكتو كيدير هاد الظواهر كاملين كيديرهم. اما كون كان نو غيديكتو كنا غنختاروا هادي وهادي اللي غيكونوا صحاح، ولكن حنا لقينا باللي غيديكتو دونك هادي السي او او اللي صحاح. دابا جاوا السؤال الرابع، قالوا لينا عطاوني لينا حددوا لينا دابا، قال لك اون بيتا، اصلا انا رسمت اون بيتا، رسمت ديجا اون بيتا، قال لك اون بيتا حيتاش شنو كتعني اون بيتا، يعني هذا الكربون واحد كيكون طالع للفوق. اما كون قال لك اون الفا هذه خصها تكون هابطه للتحت، هذه خصها تكون هابطه للتحت، قال لك اون بيتا. انا رسمتهم ديجا، ها هما هذو اللي رسمت نيت، قال لك اختار اللي صحاح هنايا. المهم نشوف هادو،
هذا جليكوز، هذا جليكوز، هذا جليكوز، هذا جليكوز، هذا جليكوز. هذه غتكون خطأ. علاش؟ حيتاش فيها غير جليكوز بوحدهم صافي، وحنا في المعطيات كانوا قالوا لنا كاين طي غالاكتوز، دونك هذه خطأ، أبعدها خطأ. هنا إلا حسبتو غتلقى واحد جوج ثلاثة أربعة، دونك أربعة خطأ، حيتاش خصنا خص يكون خمسة، خص يكون خمسة ديال لي زوز عندنا. دونك هذه هذه وهذه خطأ باينة، حيتاش هذه فيها غير جليكوز بوحدهم. كون كان واحد غالاكتوز غتكون صحيحة، ولكن ما كاينش غالاكتوز هنا. هنا يعاود تاني لقينا واحد جوج ثلاثة أربعة ديال لي زوز، حتى هذه خطأ نيشان ديريكت، حيتاش خاص يكون خمسة ديال لي زوز. أما هذه صحيحة، هذه عندنا هذا، هذا جليكوز، هذا غالاكتوز، هذا جليكوز غالاكتوز، هذا جليكوز، هذا هذا غالاكتوز. يعني هنا صحيح، حيتاش تحققوا لنا دوك الشروط، عندنا جليكوز غالاكتوز هادو عندنا في المعطيات، هذا غالاكتوز وهذا غيكون حتى هو جليكوز، حيتاش في المعطيات عطاونا غير جليكوز اي غالاكتوز. واخا ما يكملوش لينا هنا باين غيكون جليكوز، حيتاش ملي هذا هابط لتحت يعني غيكون جليكوز، ما يمكنش يكون غالاكتوز، وما يمكنش يكون مانوز، حيت مانوز كون عطاوها لينا في المعطيات يقدر، ولكن مانوز ما كايناش كاع في المعطيات. دونك هذا صحيح. وإلا حسبنا لي كوبور غنلقاو تا هو 8، 1 2 3 4 5 6 7 8، تا هو 8 ديال لي كوبور. دونك هذا صحيح، هذا صحيح، هذا عندنا هذا جليكوز، جليكوز قلنا لي بليميت اللي كيكون على اليسار، يعني الشرط الاول تحقق. هذا هذا جليكوز، حيتاش سواء غيرت الترتيب لهذا ولهذا ما كاينش فرق، حيتاش عندهم نفس المعطيات. هذا جليكوز وهذا غالاكتوز وهذا غالاكتوز، حتى هذا صحيح، حيتاش تحقق لينا المعطيات، عندنا غير جليكوز وغالاكتوز وكيحقق لينا المعطيات اللي عطاو لينا، حتى هذا صحيح. الى حسبنا حتى هادو لي كوبا ديالهم غنلقاو 8، غتكون وحده هنايا، وحده هنا، وحده هنا، وحده هنا، وحده هنايا، وحده هنا، وحده هنا، وهذه ديال الفورمال اللي الى حسبنا 1 2 3 4 5 6 7 8، دونك صحيحه. دونك الصحيح هنايا هو دي او اي، هما اللي صحاح. جاو السؤال 5 قال لك حسب لينا لا ماس موليغ، عندنا العلاقه ديال لا ماس موليغ هي ان فوا 180 ناقص ام فوا 18، هذه ديال اش 2 او، هذه ديال الجليكوز، فورمولا ديال اش لا ماس ديال لا ماس ديال الجليكوز، هذه ديال اش 2 او. هاد ان اش كتعني؟ ان كتعني لينا عدد، كتبوها بالعربية، عدد ديال ديال لي زوز، هادو هادو اللي كيتسموا لي زوز. حنا عرفنا بلي عندنا خمسة، يعني واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، وهاد إم هي عدد ديال لي زو، عدد لي زو، وزيديك شحال عندنا من لي زو؟ عندنا وحدة، ها وحدة، ها الثانية، ها الثالثة، ها الرابعة، يعني عندنا ربعة، ربعة وخمسة ديال لي زو، صافي كنطبقوا العلاقة، عندنا ربعة ديال الليزو نطبقوا العلاقة. دونك خمسة فوا 180 ناقص ربعة فوا 18 غتعطي لينا 828، دونك بلي صحيح. صافي، هادشي اللي كاين بالنسبة للجلوسي.